في حديث جابر لم يحصل هناك قبض في مجلس العقد لا الثمن ولا المثمن، هل يصح ذلك؟ حصل قبض، حصل قبض، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأى الجمل واشتراه، ولكنه تركه في يد البائع بموجب الشرط الذي شرطه عليه البائع، فلا مانع من ذلك. وهذا معين، بيع المعين لا يشترط فيه القبض، الجمل معين، إنما هذا في بيع غير المعين واللي يشترط فيه القبض. نعم.